نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية الأستاذ شارل جبور. إلى جانب موضوع الانتخابات والسياسة والرئاسة، طلع يعني وزراء القوات معروف عنهم بهذا العمل صح الجاد ويحاولون إصلاح جدة، يبدو في عرقلة، حتى خطة وزير الإعلام بعدها مش ماشي الحال، الوزير حاسباني والوزير أيضا يعني معترضين على الأداء بداخل الحكومة، بدكم المثالية، ولكن حضرتكم تعرفوا الواقع، يعني واقع مجلس الوزراء معروف. كان في إشارات أنه في تلويح بالاستقالة ولو بعد حين إذا مش هلا، طي تم طي هذا الموضوع؟ مش أنه تم طي هذا الموضوع، يعني على طريقة القول الشهير لبطريرك الماروني مصر ما نصر الله بطرس فاير، لقد قلنا ما قلناه في هذا الكلام، بس بنحب نضيف نقطة شكلية ونقطتين بالجوهر. النقطة الشكلية انه القوات ما عم تصير هذا الموضوع للابتزاز مثل ما اليوم في مصادر سخيفة هيك هذا الموضوع، لا، القوات اللبنانية عم تصير هذا الموضوع من اجل دق جرس انذار. اوكي، جرس انذار اولا سياسي، بانه هذه التسوية السياسية اللي انجبت الحكومة والرئاسة قامت على اساس تحييد الملفات الخليفية، وفي حال اصرار على 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 الابقاء بهذه الملفات وعلى احياء هذه الملفات من باب التطبيع مع النظام السوري، نعم هذا الامر يشكل خطر على التسويه برمتها ومن ضمن الحكومه والقوات اللبنانيه. ما حدا يتوقع انه يمكن ان تكون او تقبل ان تكون غطاء لاعاده احياء العلاقه اللبنانيه السوريه، او ان يكون هنالك اعاده تطبيع مع النظام السوري. هذا النظام السوري هو نظام ساقط بكل المفاهيم الدوليه والانسانيه، وبالتالي القوات اللبنانيه لن تشكل هذا الغطاء، ولذلك لقد نجحت القوات اللبنانيه وتيار المستقبل باسقاط كل محاولات التطبيع. بس ولكن في حال لا سمح الله، هذا اللي عم تقوله، في حال حزب الله أصر ونجحت هذه المحاولة بمكان ما، هي لن تكون الغطاء لهذه المسألة. والأمر الآخر كمان عم تبع جرس انذار على مستوى الممارسة السياسية، أداء بالداخل على مستوى الممارسة السياسية، بأنه في تساؤلات عند الناس، الناس عم تقول أنه طبعا نحن مبسوطين برأي الناس فينا كوزراء، يعني انه القوات قدرت بينت انه عندها ممارسه لا غبار عليها، وبالعكس يعني مساله تحتذى مش اي شيء اخر. بس احنا في تساؤلات عند الناس، ناس عم تقول جمله بسيطه، يبدو انه هذه المرحله الجديده اللي وعدتونا فيها هي نسخه مكرره عن مراحل سابقه. لذلك نحن اللي عم نقوله تتكون هذه المرحله مرحله فعلا غير مكرره عن المراحل السابقه، ويقدر يكون الرئيس عون حقق انجاز فعلي بعيدا عن ان يكون فقط مدير اداء، يعني رئيس يدير ازمه، وهذا الواقع الموجود. انت الشيء الوحيد اللي فيك تعمل فيه خلق استراتيجي هو يلي على مستوى ممارسه الشان العام، ممارسه الشان العام في إلى في إلى في إلى مبدئيه، نظره مبدئيه. احنا كل اللي عم نقوله اذا انت بتروح على ممارسه تستظل من خلال الكتاب والدستور والقوانين المرعية والشفافية، وانت اذا بدك تروح على التعيينات اعتماد الجدارة والكفاءة والمعيار المؤسساتي، انت بتكون عملت هذه النقلة النوعية، وبالتالي احنا عم نضع جرس انذار تنقول صار في خروقات بهذه المسائل، ويجب العودة الى الاسس يلي ادت لليوم. بعد العالم تتذكر شو بتتذكر من حكم من زعاهة فؤاد شهاب؟ بتتذكر هذه المؤسسات يلي خلقها، وهذا الشيء الاساس، ولذلك احنا عم نعمل جرس انذار. بس ولكن احنا لن نقدم استقالتنا على طبق من فضة لاحد من اجل ان يستفيد من غيابنا ومن دورنا، نحن دورنا دور طبيعي، وقدرنا نحقق نقله نوعيه، وبالتالي احنا مستمرين في هذا الدور، ونحن اذا اخذنا القرار نكون اخذناه لاعتبارات مبدئيه ذاتيه، مش ناطرين حدا ولا نستشير احد، بس انطلاقا من قناعتنا الشخصيه والسياسيه نحن طرحناها، بس ولكن كجلس انذار، بس ولكن احنا اليوم ما زلنا في قلب الحكومه كما كنا وسنبقى حتى اشعار اخر. يعني كان جاء بالصحف وبالديار من فترة أنه موضوع صحيح هذه العناوين الاستراتيجية، موضوع التواصل مع النظام السوري، موضوع الأداء، وموضوع يعني الخطط، ولكن أيضا عندكم اعتراضات على موضوع التعيينات وبالإدارة، كأنكم ما عم تاخذوا حقكم. هي منا مسألة محاصصة بالحقيقة، هي جرب البعض يبسطها وحرفها عن واقعها. القوات اللبنانية آخر طرف سياسي بالبلد ممكن يتهم بالمحاصصة، كالعمر خارج، لا بس في حق لألكم، كالعمر خارج السلطة، لا بس نشوف شو الحق، كل عمره خارج السلطه، كل عمره في المعارضه. نحن الحق يلي عم نقوله هو حق للمواطن، حق للناس، انه تقدر تحصل على حقوقها مش من خلال الاستزلام لك او الاستزلام لي، تقدر تاخذ حقها من خلال توصل بكفاءتها وبجدارتها، حتى لما بتوصل بكفاءتها وبجدارتها تقدر بالمؤسسه الموجوده فيها بتحكم انطلاقا من القانون ومن الدستور، ما بتحكم انطلاقا من انت شو بدك منها وانا شو بدي منها. هذا نحن يلي كنا حابين نرسيه
وللاسف تم تفشيلنا ببعض المحلات، بس احنا مستمرين في مواجهتنا من اجل ان نشكل فعلا بارقه امل للناس على هذا المستوى. الاتصال هاتفي بين الرئيس الحريري ودكتور جعجع على استراليا، ارسل الامور، وضع الامور على سكه صحيحه. ما في، لا اعتقد انه هذا الاتصال تم، ولا اعتقد انه في مشكله بين 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 الدكتور جعجع وبين الرئيس الحريري. لا اعتقد بانه هذا الاتصال حصل. العلاقه بين وبين دكتور جعجع وبين الرئيس الحريري هي اذا بدك هي علاقه بينا. هي علاقه مش انه عم بقولها على الهواء، هي علاقه نموذجيه. حتى انت وصلت لمرحله انه الرئيس الحريري مرشح النائب سليمان فرنجي والدكتور جعجع مرشح مرشح على عماد ميشيل عون. بهديك الفتره وبذروه الانقسام كانوا اثنيناتهم في تواصل مع بعضهم ومنظمين خلاف مع بعضهم. نعم. هذه علاقه نموذجيه، يا ريت القوى السياسيه الاخرى بتقتضي فيها. العلاقه اليوم هي علاقه متكامله وفي تنسيق وتكامل بعده مواضيع، بتبلش بضروره اسقاط اي تطبيع مع النظام السوري وما بتخلص بالامور الاخرى. نعم. يلي لها علاقه بالملفات السياسيه الداخليه. لننتقل الى المواضيع ولكن داخليه ايضا، وهون مع الناس وبالشارع اذا بدنا نقول. صحيفه الاخبار صوره لقوى الامن انقذوا الضاحيه من الزعران بكلام لما حصل امبارح، ثالثة فجرا كما تقول الأخبار أو الرابعة أو أقل بقليل، الجيش بطلب من بلدية الشويفات ذهب لإزالة المخالفات بموقف حي السلوم، أزيلت المخالفات وكان في اعتراض ونزلوا الناس على الشارع، هني فقراء في مخالفات، مش بس بالضاحية، المخالفات منتشرة وين ما كان، وهود الناس لو ما هني بحاجة ما عملوا هذه المخالفات، تم القمع أو شو صار أنت برأيك؟ خلينا نقول الأمور مثل ما هي. أولاً إحنا ما فينا نكون بموقع المغطي لأي مخالف تحت أي عنوان. أوكي. هذا المبدأ. هذا المبدأ أساسي. هلا في مخالفات بالضاحية أكثر من محلات أخرى، لأنه بالضاحية في سياسة أمر واقع اسمه حزب الله. طيب. ما فينا من نوه. رفع الغطاء حزب الله. ما فينا من نوه. خلينا نقول أساساً. نحكي له أنا نحن ما في شيء بيجمعنا بالحزب أبداً. نعم. إلا الهوية اللبنانية فقط. بس شيء ثاني ما في شيء بيجمعنا. بس ولكن ما فينا إلا من نوه. لانه نحن عم نناشد لنا سنوات الوزير المشنوق دفع اثمان انه يخيط انه يرفعوا الغطاء عن المخلين بالامن بعلبك وغيره وبالضاحيه تحت نقدر نعمل شغل ما في، بيرفعوا غطاء بالشكل والمضمون بضلوا متمسكين. وبالتالي لا يمكن الا ان تنوه انه حان الوقت لان يرفع الغطاء، ورفع الغطاء حتى تفوت القوى الامنيه تعمل شغله. وبالتالي لا يجوز تغطيه مخالفات تحت اي عنوان، فقر ما في، المخالفه هي مخالفه، المخالف شو بتعمل؟ المخالفة بتجرنا مخالفة. وبالتالي إذا أنت ما بتوضع حد لهذا الفلتان ولهذه المخالفات، المخالفات بتصفي تتعمم. لذلك أنت بدك تروح على وضع حد لها، هذا مش هلا بدنا نروح على أكثر من هيك تفوت بتفسير هذه الظاهرة. هذه الظاهرة شو بتعني يلي شفني؟ بتعني إنه وبتفسر لك إنه ليه الحزب بمراحل سابقة ما كان عم يروح باتجاه وضع حد أو إعطاء الغطاء للدولة لقمع المخالفين او لقمع الزعران، ليش ما كان عم يعمل؟ لانه كان خايف من ردة فعل من هذا النوع، لانه الحزب يدرك انه هو قادر ياخذ سكوت، انه يحصل اذا بدك على سكوت هؤلاء الناس عنه او يحصل او ينتزع تأييدهم له انطلاقا من انه هو يمثل سياسة امر واقع قادر تحمي مخالفاتهم بوجه الدولة. بس اللحظة اللي قرر الحزب يعطي الدولة انه انت فوت انزعي المخالفات، اصبحت هذه الناس بموقع انه هي تنتفض على الحزب، تتجرأ على امين عام الحزب. تم تقليب الناس لحتى يقوم يعني مش تم تقليب بوجه حزب الله، مش تم تقليب اطلاقا اطلاقا. اذا بدك هو كان عم يشتري سكوتهم عنه او عم يشتري تأييدهم له انطلاقا من تغطيه مخالفاتهم. اللحظه اللي قرر يبطل يغطي مخالفاتهم اجت هذه الناس عبرت بشكل واضح انه خي تجرأت عليه، نحن ضدك. أوكي. ضد الامين العام تبع حزب الله. أوكي. وقدرت فرجت انه في صوره فعليه انه ساعه حزب الله ببطل يمثل سياسه امر واقع، هذا التضخم بحجمه ببطل هو قائم، هو هذا التضخم بحجمه داخل البيئه الشيعيه هو نتيجه اساسيه لانه هو يغطي مخالفين عن القانون ومتجاوزين للقانون عم يغطيون، فبالتالي هني بيحتموا فيه، وبالتالي هني بيصفي من ضمن هذه الدوره السياسيه الاقتصاديه والامنيه اللي بحاجه له. بس ساعه الحزب ينتظم تحت سقف الدوله بياخذ حجمه الطبيعي كاي حزب سياسي موجود بالبلد. صحيفه الجمهوريه حطت العنوان ازاله مخالفات تفجر غضبا، بالنهار تقول حي السلم الغاضب اقترب زمن المحاسبه، تم اخذ الموضوع الى هذا المكان. ولكن كان قادر الحزب اللي هو كما تقول النهار هو القوة وأمر الواقع بكل مناطق الضاحية، كان قادر يشيل المخالفات؟ لا لا ما بيقدر يشيل المخالفات، يعني بيخلق مواجهة مع الناس ما بيقدر. هو أمامه خيارين، يا إما تغطية المخالفات مثل ما كان مغطاها بكل مرحلة سابقة
من اجل انه يقدر ينتزع سكوت الناس عنه تأييدا له، يا اما اذا راح باتجاه اخر يلي هلا راح فيه بين غضب الناس. غضب الناس، ناس اول ما بدها الا بجيبتها او مصلحتها، يعني هاي شو عم تفرجي؟ شو الرسائل اللي عم تبعتها؟ عم تقول لك انه مش مزبوط انا اولويتي قاتل بسوريا، مش مزبوط انه انا اولويتي هذا الشيء شيء اسمه مقاومه، بدها تعيش مع التعبير مقاومه، انه انا اولويتي مقاومه، هذا التعبير الخشبي، انه هي لا هي عمليا الناس اخر همها للمقاومه وللقتال بسوريا، ولا التكفيريين وهذه الشعارات اللي بصيروا يخبروك عنها الفضفاضي والكذبي، نعم. اولويتها جيبتها، اولويتها مصلحتها، ما عندها اي اولويه اخرى، وبالتالي اول من دق بمصلحتها، وانتبه مصلحتها المخالفه للقانون، احنا ما فينا نغطي كمان الناس اللي عم تخالف القانون تحت اي عنوان، وبالتالي اول لانه بالعكس برافو انه عمل هيك رفع الغطاء، بس لما رفع الغطاء شو تبين؟ تبين تحت هذا الغطاء انه في بيئه سياسيه منا معه لما هو بصفي مع الدوله، هي معه لانه هو ضد الدوله، لأنه تحت ضد الدولة. تحت شو؟ تحت تواصل مخالفاتها، وبالتالي بين انه لا في 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 محل معين شيء مغلف ايه؟ بس منه حقيقي بامر الواقع. صحيفه الاتحاد اليوم العنوان كان لافت فيها انه عاميه الضاحيه ام حروب ناعمه ضد حزب الله. اول شيء خلينا نكون دقيقين، يعني كمان انا مع نشرح الواقع عن شخصه، بس ما نروح كتير بعيد اذا بدك الافكارنا السياسيه او باللي نحن منا اياه او منا نحققه. نعم. طبعا في بين عن واقع انه هذا انه الحزب هو منه قادر انه هي كل هذه البيئه أوكي. منا معه بكل خياراته وين ما بيروح، واذا بيقول له طب القانون انا معك مش مزبوط، يعني هذه البيئه هي معه لانه عم يغطي له مخالفاته، هي ضده ساعه اللي بده يصفي انه هو مع الدوله ضد مخالفاته، وبالتالي مش صحيح انه هذه البيئه مع حزب الله ظالما ام مظلوما اطلاقا، وبالتالي الامور بهذا الحجم هلا حجمه، بس مش رايحين على انتفاضه على تغيير واقع الحرب. ولا لا بس هيدي اصوات متململه أوكي. عبرت بوضوح عن قناعاتها بعيدا عن اذا بدك محاوله تغطيه واقنعتها، يعني وضع اقنعه عليها بهذا المحل. ليش استاذ شارل عم تقول في مخالفات بس هود الناس العاديين ما بدنا نقول فقراء او غيره عملوا مخالفات لانه بدهم يعيشوا، ليش هول قادر عليهم الدوله بكل المناطق من طرابلس للشمال للبقاع لجنوب لبيروت لغيره، وهن الناس لما يفشوا خلقهم بيقولوا روحوا شوفوا الاشياء الكبيره اللي حقنا لنا. ما هو تقلك شو كيف هي المشكله بالناس؟ المشكله بالناس ما فينا كل ما بدنا نروح، فهمت كيف؟ انه انت شوف انه ايه قبل شو كان يصير مخالفات سياسيه كبيره، قبل شو كان يصير انه انت بتجي على مواطن عامل مخالفه بجوني او بالاشرفيه او بطرابلس تلحق شو بتقله شو بيقول لك المواطن؟ هيروح شوف الضحيه، روح شوفه بعلبك، ما هيك؟ يعني بيقول لك انه هاي المناطق الخاضعه لنفوس حزب الله غير خاضعه للمحاسبه والمسائله. طيب اليوم من بعد ما خضعت للمحاسبه والمسائله شو بتقول لها؟ انه روح شوفي حيتان المال وروحوا شوفوا ما بعرف شو؟ لا، اليوم هذا الخطوه اللي عم تعملها الدوله بالتعاون مع حزب الله بهذه المنطقه خطوه مباركه وخطوه صحيحه. نعم. ما المخالفات لا يجوز تغطيتها تحت اي عنوان، فقر او غير فقر، ما له حق حدا يشرع مخالفه. أوكي. تشريع المخالفات صار نتيجه سياسه امر واقع، حان الوقت لوضع حد امام هذه السياسات الامر الواقع. نعم. موضوع اخر كنا بدانا الحلقه فيه مع دكتور باسم الشاب، العقوبات الامريكيه، وطبعا قال هذا موضوع مهم ولكن اليوم وصلت الى حد الاقصى بالعقوبات، قال هو استهداف لحزب الله صح ولكن هو بالإطار العام استهداف لإيران. إذا ما ناخد الأمور اليوم وين؟ اليوم دخلت المنطقة بمرحلة جديدة. عنوان هذه المرحلة الجديدة بالمنطقة أنه الأولوية التي كانت بمرحلة سابقة هي أولوية مواجهة داعش تحولت إلى أولوية مواجهة أوكي. حزب الله وطهران. ولذلك أنت دخلت بمرحلة جديدة، عنوان الأساسي تبعها اشتباك أمريكي سعودي بوجه إيران وميليشياتها على مستوى المنطقة، وهذه المعركة بدأت بالعقوبات وسوف تستمر على عدة ساحات بعدة أشكال، يمكن بمحل معين كان إذا بدك محاولة كردستان العراق اللي اليوم إيران عم تجرب تفشلها وتسقطها، محاولة أخرى صارت بين فتح وحماس عم تجرب إيران ترجع تسقط محاولة فتح وحماس من خلال فتح حوار مع حماس حتى تعطي ذريعة لإسرائيل تقول كيف بدهم يروحوا هول على مصالحة، وحماس بعدها بتتلقى أموال وسلاح من قبل طهران. لذلك اليوم فتنا بمواجهة كبرى تحت عنوان أمريكي، تحت عنوان تقليص النفوذ الإيراني من خلال وضع من خلال نزع أزرعته على مستوى المنطقة بالمنطقة. ولذلك من ضمن هذه المواجهة يلي هي وضع حد لهذا النفوذ وإعادته إلى داخل طهران وضرب كل أزرع طهران بالمنطقة، أنت فت بهذه المعركة. هلأ هذه المواجهة كيف ستترجم على أرض الواقع؟ أي. لكل حادث حديث، لا شك المنطقة دخلت بسخونة
المنطقة دخلت بمرحلة جديدة، انطلاقة على مزيد من المواجهات وعلى مزيد من التصعيد. انت اليوم التصعيد جاي من قبل الامريكيين والسعوديين على كل هذه الساحات من اجل وضع حد لتغلغل الميليشيات الإيرانية في هذه المنطقة، بس ولكن بالمقابل بشوف انه كيف بدهم يردوا. بهذا السياق بالذات بيجي تصريح الرئيس روحاني يلي بقول يلي بعت رسالة فيها للرياض ولواشنطن تقول لهم بشكل واضح انتم عم تفوتوا بمواجهة معي لإعادة تقليص نفوذي، انا عم بلغكم انا عندي نفوذ بهذه الساحات اللي هو سميها، وانا مستعد روح على تفجيرها، يعني تفجير دفعه واحده قرار لالي وبوجكن، اذا انتم عم تحاولوا تروحوا على اي اعاده هندسه سياسيه للمنطقه من دون الاخذ في الاعتبار مصالحي ودوري ونفوذي وتاثيري. المشكله مع طهران كانت وما زالت انه كل طرف سياسي بالعالم له الحق انا برايي انه يكون عنده نفوذ ايجابي من خلال مجموعات سياسيه معينه، بس ولكن المشكله مع طهران انه نفوذها سلبي بمعنى هي تدعم ميليشيات على حساب مشروع الدول، هي دعم ميليشيا في لبنان تسليحا على المستوى العسكري وتمويلا على حساب سيادة لبنان، دعم حزب البعث في سوريا، دعم نظام ميليشياوي بسوريا اسمه نظام بشار الأسد على حساب مشروع الدولة بسوريا، دعم الحشد الشعبي في العراق على حساب الدولة العراقية. وبالتالي المشكلة مع إيران هي في أنها تدعم مشاريع ميليشياوية على حساب الدول الوطنية. لا يمكن العودة أو إقامة الدول واستقرار إلا من خلال أن تعدل طهران في سياستها وأن تنتقل من النفوذ السلبي عبر ميليشيات إلى نفوذ إيجابي، يساهم بالاستقرار وبالسلام بالمنطقة. نحن دخلنا في هذا العنوان، وبالتالي لبنان في عين العاصفة في المرحلة المقبلة، لأنه بدك تشوف حزب الله هل سيرد وكيف سيرد وماذا ستطلب منه إيران، وهل سيكون لبنان صندوق بريد مجددا في ضد الرياض وضد واشنطن، والأمور كيف تتحرك وشو مصير حزب الله بسوريا، والكلام يلي طلع عن أنه حزب الله بدأ ينسحب من سوريا أو بده ينسحب على الاخير هو نفاه، لا هو في شيء فعلي، لانه حزب الله عارف انه المعركه ستدور في سوريا ضده، وفي قرار لاخراجه من سوريا. وفي قرار، انت اليوم بمرحله قرار 1559 جديد، قرار 1559 اللي صدر سنه 2004 كان هدفه نزع الميليشيات، سلاح الميليشيات يعني بالتحديد حزب الله، اليوم في قرار 1559 اقليمي يلي هو نزع سلاح الميليشيات الايرانيه بالمنطقه. بساحه الشرق الاوسط تقول الموضوع امني اقتصادي الى جانب موضوع النووي الايراني، موضوع العقوبات الأمريكية أمني اقتصادي؟ أي. موضوع النفط، موضوع والاتفاق النووي وأمن إسرائيل في هذا الاتفاق. لا هو هو هي لعبة متشابكة ما فيها تنحصر إذا بدك بملف واحد. الضغوط بتصير من عدة زوايا، في ضغوط إلى طابع اقتصادي، ضغوط إلى طابع سياسي، ضغوط إلى طابع أمني، ضغوط إلى طابع عسكري، وبالتالي سوف تستخدم كل الوسائل من أجل إعادة إذا بدك لجم وتحديد وترسيم النفوذ الإيراني في المنطقة. نعود بعد التوقف مع استراحة ثانية. أستاذ شارل ابقوا معنا مشاهدينا.